خمسة رجال من بني آدم عليه السلام، كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل عبدوها من دون الله عز وجل، فانتشر الشرك والضلال بين الناس، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا نبيا ورسولا، لكنهم لم يؤمنوا به، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، فأهلكهم جميعا إلا من آمن. العهد الأول للبشرية، عهد ما قبل الطوفان العظيم. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا قوما صالحين من بني آدم عليه السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما مات هؤلاء الصالحون حزن هؤلاء الأتباع عليهم حزنا شديدا. وهنا استغل الشيطان هذه الفرصة، فوسوس للناس أن يصنعوا لهم تماثيل تخليدا لذكراهم. ومرت السنوات بعد السنوات، ومات الذين صنعوا تلك التماثيل، وجاء أحفادهم، فأغواهم الشيطان وجعلهم يظنون أن تلك التماثيل هي آلهتهم، فقال لهم كذبا وزورا وافتراء وبهتانا: إنما كان أجدادكم يعبدونهم وبهم يسقون المطر، ففعلوا فعبدوها من دون الله عز وجل، وانتشر الكفر بينهم، فبعث الله عز وجل إليهم رجلا منهم، بعث نوحا عليه السلام، واصطفاه من بين خلقه ليكون نبيا ورسولا، وأوحى إليه أن يدعو قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فبعد أن ظهرت فيهم الضلالات والجحود بالله تعالى، فكان أول رسول يرسله الله عز وجل إلى الناس في الأرض. وقد جاء عن ابن جبير وغيره أن قوم نوح كان اسمهم بنو راسب، وقد كانت بداية عهد قوم نوح بالجحود بالله حينما عبدوا أصناما، فبعث الله عز وجل فيهم نوحا نبيا ورسولا. بدأ نوح عليه السلام بعثته بدعوة قومه إلى الإيمان بالله والتوحيد، وإفراد العبادة لله تعالى وحده دون غيره لا شريك له، وذكر لهم نوح عليه السلام فائدة اتباع أمره وطاعته في غفران ذنوبهم. وظل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى ترك عبادة الأصنام، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فاستجاب لدعوته عدد من الفقراء والضعفاء، أما الأغنياء والأقوياء فقد رفضوا دعوته، كما أن زوجته وأحد أبنائه كفر بالله عز وجل ولم يؤمن به. وظل الكفار يعاندون نوحا عليه السلام، وقالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا فقراؤنا وضعفاؤنا، وما نراك إلا من الكاذبين. ولم ييأس نوح عليه السلام من عدم استجابتهم له، بل ظل عليه السلام يدعوهم بالليل والنهار، وينصحهم في السر والعلن، ويشرح لهم برفق وهدوء حقيقة دعوته التي جاء بها، إلا أنهم أصروا على كفرهم، واستمروا في عنادهم واستكبارهم وطغيانهم، وظلوا يجادلونه مدة طويلة، وأخذوا يؤذونه ويسخرون منه ويهزؤون به ويحاربون دعوته. وذات يوم ذهب بعض الأغنياء إلى نوح عليه السلام وطلبوا منه أن يطرد الفقراء الذين آمنوا به حتى يرضى عنه الأغنياء ويجلسوا معه ويؤمنوا بدعوته، فقال لهم نوح عليه السلام: ما أنا بطارد الذين آمنوا معي، بل ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. يا قومي، لقد اتبعني هؤلاء الفقراء والضعفاء يوم أن كذبتموني، فمن ينصرني من الله عز وجل إن أنا طردتهم؟ فإن فعلت ذلك لأكونن من الظالمين، لكنني والله أراكم قوما تجهلون. فغضب قومه ووجهاؤهم واتهموه بالضلال، وقالوا: إنا لنراك في ضلال مبين. فقال لهم نوح عليه السلام: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون.
واستمر نوح عليه السلام يدعو قومه يوما بعد يوم وعاما بعد عام دون أن يزيد عدد المؤمنين. وكان إذا ذهب إلى بعضهم يدعوهم إلى عبادة الله ويحدثهم عن الإيمان به، وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه. وإذا ذهب إلى آخرين يحدثهم عن نعم الله عز وجل عليهم وعن حسابهم أمام الله عز وجل يوم القيامة، وضعوا ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا نوحا عليه السلام، مصرين على جحودهم، مستكبرين في عنادهم. واستمر هذا الأمر طويلا حتى قال الكفار له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ودعا نوح قومه سرا فيما بينه وبينهم كما دعاهم علنا وجهرا بصوت مرتفع، وأمرهم باستغفار الله تعالى، وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين حينما يرسل الله عز وجل عليهم السماء بالرزق الوفير ويمددهم بالأموال الكثير وبالبنين، ويصير أرضهم جنات وأنهار. وقد قابل قوم نوح عليه السلام دعوته بالعصيان والكفر والمخالفة وبالإصرار على ما هم فيه من الجحود والضلالة، ومكروا لنبيهم مكرا عظيما. حزن نوح عليه السلام لعدم استجابة قومه بل وطلبهم للعذاب، لكنه لم ييأس من روح الله، وظل لديه أمل في أن يؤمنوا بالله تعالى. ومرت الأيام والسنون دون نتيجة أو ثمرة لدعوته، واتجه نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل يدعوه ويشكو إليه ظلم قومه لأنفسهم. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهنا دعا سيدنا نوح عليه السلام على قومه حينما استيأس عليه السلام من إيمان قومه بدعوته، وكان من دعائه أن يطبع الله عز وجل على قلوبهم بضلالهم فلا يهتدوا إلى الحق أبدا. ودعا عليه السلام: أي ربي لا تترك الكافرين على هذه الأرض، لأنهم إن تركوا أضلوا الناس عن سبيل الحق والهدى، وإنهم لا يلدون إلا الذي لا يؤمن بدينك، لا يلدون إلا الذي يجحد نعمتك. وهنا جاء الأمر والوعد الحق من الله عز وجل لنبيه عليه السلام بأن استجاب الله عز وجل دعوة نبيه نوح عليه السلام، وأمره بأن يصنع الفلك بوحي الله عز وجل. وبدأ نوح عليه السلام صناعة السفينة بأمر الله تعالى له، حيث جلب الأخشاب وصنع من مادتها الألواح، ثم وضع الألواح بجانب بعضها وثبتها بالمسامير. وكان قومه كلما مروا عليه يسخرون منه ويهزؤون به لصنعه السفينة على اليابسة. قال الله تبارك وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حتى إذا جاء أمر الله عز وجل وفار التنور الذي كان مصنوعا من حجارة، وقد جعل الله تبارك وتعالى فوران الماء منه علامة على مجيء أمره وعذابه، وقد أمر الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام أن يحمل على هذه السفينة من كل شيء حي زوجين ذكرا وأنثى. قال الله تبارك وتعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفي أحد الأيام جاءت العلامة، فانطلق بمن معه من المؤمنين وبأهله إلا من كفر منهم، تاركا زوجته وابنه كنعان اللذين لم يؤمنا. فلما وصل إلى السفينة إذا بالحيوانات مصطفة تنتظره من كل صنف زوجان، وبدأ الطوفان العظيم ففاضت الأرض.